خافي نقد راقي وصافي باحترافي. ما عشت في سود الغرابي الخسران، بصمت في سود الليالي علامة والظروف تحدني لبعض الأحزان، خلقت في وجه الظروف ابتسامة. أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة يا أجمل من يشاهدنا من السيدات والسادة، كيف حالكم؟ يا رب عسى حياتكم سعيدة. حياكم الله في قناة الواقع الفضائية في البزنس 3 في خذها كاش، تأخرنا الليلة. الله يهديك يا أبو غلا. والله عبد العزيز الزهراني أنا ما أدري شو فيه، يعني سبب تأخير وسبب فوضى الليلة بالقرية، يعني ما هو إلى الدرجة هذه. خذها كاش هي من أهم الفقرات، كل الاحترام والتقدير لله، لكن لا أهم، هذه أهم فقرة. طيب هو أهم فقرة، لكن أبو غلا يستاهل، حتى لو يستاهل ما له حق يأخذ جزء من فقرتنا. طيب لذلك حنا نطالب الإدارة. طيب اسمع، حنا إلى 1:30 باقي عندنا 12 دقيقة أو 22 دقيقة. طيب وبعدها نتوكل على الله. إلى 1:30 يعني أخذت 20 دقيقة بس. هي إلى 1:30 الليلة جمهورنا العزيز أوعدكم ما غادر هذا اللوكيشن إلا إحنا قد خلصنا كل محاورنا. والدوام بكرة؟ ما أطلب الله ما معك. على كل حال سابك يا أبوه. مرة 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 الليلة ما معك. والله إن شاء الله يا نرضيكم ولا نطلع ذا الليلة إلا قد صفينا حقوقنا، وأول حق لنا عند أبو غلا. لا وميسة كل ما شاف قال هلا كرتون حلا، يعني مفترضين كرتون حلا ذا العين يا أبو غلا. ما عليه، الأيام بيننا أطول إن شاء الله. لا حتى لو فقرته تستاهل وحتى لو قدم اللي قدمه، فقرتنا لا يأخذ منها، لا يأخذ منها دقيقة واحدة. نتعب ونجي من آخر الدنيا هو يجي يأخذ بالدقائق، ما هو منطقي الكلام هذا. ولا لا يا أبو يوسف؟ سعد الله صباحك، انت بتقول مساك. لا 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 الليلة ما معك لا صباح ولا مساء. مصبحين انا جايب عشان افطر فطور، وجبة فطور شكله اليوم هنا شكله كذا، يعني الحين الساعة 1:15 تونا بادي. الله يهدي ابو غلا يا اخي. يلا شو نسوي؟ يعني راضي انت؟ ماني براضي. وش بتقول طيب؟ مضطر وزعلان. وبعدين؟ اخذت احتياطي جبت وجبة فطوري. يعني انت من النوع اللي يزعل ياكل؟ لا وجبة الفطور يعني بعد شوي بيأذن الفجر على الليل. ما حطينا الليل معنا كله خلاص. يا قعدوني الله يستر. طبعا جمهورنا العزيز اليوم كان فيه احد العصريين.